بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا خامس سوف نبدأ درس جديد، درس القراءة هو الشمس والريح. نبدأ في قراءة الدرس أولا وبعدها نقوم بتحليل النص. الشمس والريح. تقابلت الريح والشمس ذات يوم، قالت الشمس للريح: نحن أقوى ما في الطبيعة. قالت الريح في غرور: لكن لا تنسي أنني أقوى منك. تضايقت الشمس ثم قالت: أعرف أنك تملئين الدنيا بوجودك وتخيفين الناس بصوتك القوي، ولكنني أضيء الكون بنوري وأبعث الدفء في كل مكان، ولولاي لغطت الثلوج الأرض كلها ولمات الزرع والخلق والحيوانات. ضحكت الريح من كلام الشمس وقالت: لا تحسبيني ضعيفة، ضعيفة عندما أكون هادئة ساكنة هكذا، فأنا حين أهدأ أكون نسيما رقيقا، أما حين أثور فأصبح ريحا قوية بل عاصفة هوجاء. نظرت كل منهما إلى رجل يلبس عباءة ثقيلة. قالت الريح للشمس متحدية أقوانا: من يدفع هذا الرجل إلى نزع عباءته؟ هبت الريح بشدة وأخذت تعصف بكل قوتها، وهاجمت الرجل بعنف، ولكنه تمسك بعباءته أكثر وأكثر. قالت الريح للشمس وهي يائسة: لقد عجزت، جاء دورك. بدأت الشمس ترسل أشعتها الدافئة شيئا فشيئا، وسرعان ما أحس الرجل بالحرارة فخلع عباءته. قالت الشمس: أيتها الريح، هل عرفت الآن من الأقوى؟ يا صديقتي، إننا نستطيع أن ننال باللين والرفق ما لا نقدر أن نحققه بالعنف والقوة. أول شيء، ما معنى كلمة قالت الريح في غرور؟ ما معنى غرورا؟ غرور معناها تكبر. ترغبين أي تخيضين أو تفضلين. لغطت أي لملأت، لغطت ثلوج الأرض أي لملأت. ساكنة أي أنها كانت لا تتحرك. لا تحسبينني أي لا تضيعينني. نسيما أي الهواء الخفيف اللين. أيضا هنا عاصفة هوجاء، عاصفة قوية وشديدة. يدفع أي يجبر. نزع أي خلع. هبت أي عصفت. سرعان أي أنه ما أسرع فخلع عباءته أي نزع عباءته. في النص الريح أو الشمس كانت تتحدث الشمس، تحدي بين الشمس والريح لبيان من الأقوى. تفاخرت الريح أيضا بقوتها، والشمس والريح كانوا بتنافسان، وترى كل واحد منهما أي أنهما الأقوى. كانت الريح تتحدى الشمس لتجعل الرجل يخلع عباءته، ولكن الشمس تنتصر. أيضا قالت بالرفق واللين نحقق ما نريد وليس بالقوة والعنف. في الحصة القادمة سوف نقوم باستخراج بعض القضايا اللغوية وحل أسئلة الدرس. وفقكم الله، نلتقي في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.